صباح الخير. طبعا مثل ما تشوفون، اوه يا ساتر التلفزيون ما يشتغل، لا 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 لا، يا ربي شلون ورطة هاي. طبعا اليوم المباراة مال كأس العالم واني اريد اشوف المباراة حالي حالكم. اوكي خلي اشغل التلفزيون، يا ربي ما يشتغل، خلي اجيب المصلح، اي خلي اتصل على المصلح مال التلفزيونات يجي يسوي التلفزيون مالتي العطلان. اوكي خلي اروح، يا ربي شلون ورطة هاي، والله العظيم ورطة كبيرة. اوكي خلي اصعد. اوه اهلا زوجتي، صباح الخير. اهلا يا اوغا، يا ربي انت وين رايح؟ والله ما اعرف. زوجتي بصراحة اني اليوم شوية زعلان لان التلفزيون مالتنا خربان واني اريد اشاهد مباراة كأس العالم. اوه والله انت حظك سيء، تعال شاهد وياي هاي ماينكرافت اللعبة الاسطورية على هذا التلفزيون الصغير. لا 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 يا حبيبتي، اني خلاص اعطيني الريموت، وين الريموت؟ خلي اغير القناة، اني ما اريد هاي. لا اني اريد اتابع ماينكرافت، انت اذا ما تعجبك ماينكرافت روح لغير مكان، افتهمت؟ بس يا حبيبتي والله اني احب ماينكرافت، بس تعرفين هاي المباراة النهائية مال كأس العالم لازم اشوفها. قلت لك لا، ماينكرافت احسن من كرة القدم، فاهم؟ خلاص ماينكرافت احسن. يا ربي شلون ورطة هاي، يلا انقلع. اوكي خلي اروح يا شباب ويا بنات اشوف لي شخص يساعدني حتى يصلح لي التلفزيون مالتي يا شباب ويا ب... اوه لحظة اتذكرت شغلة مهمة، الشرطي البطل. اي والله العظيم الشرطي البطل عنده تلفزيون بالمخبأ مالته، ليش ما اروح معه واشاهد التلفزيون؟ لحظة يا اوغا، تعال 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 عندي شغلة تفيدك. يا ربي هذا جويس ما ادري شو اسمه دائما يسوي شغلات مو حلوه، شو تريد من عندي؟ شنو تريد تشتري من عندي تلفزيون؟ عندي كثير اشياء احسن من التلفزيون، شنو تريد تشتري؟ لا ما اريد اي شيء من عندك، فاهم؟ طيب اسمعني، شنو رايك اقول لك عن مكان سري داخله كهف ناري وكهف مائي، شنو قلت؟ لا 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 لا, لا. مستحيل اكو شيء اسمه كهف ناري وكهف مائي. اوه لا يا اوغا، لا انت غلطان. تعال اقول لك، اني اعرف مكان سري واسطوري وخطير داخله كهف ناري وكهف ثلجي، قصدي كهف ناري وكهف مائي، وداخل هاي الكهوف داخلهن شغلات بعمرك ما شايفهن. يعني شنو داخل هاي الكهوف؟ اني ما اعرف، ممكن تقول شنو داخل هاي الكهفين؟ ما ادري شنو الكهف الناري والكهف المائي شنو داخلهن. اوه سؤال حلو، انت حاليا فقير وما عندك اي شيء، فاني عندي طريقه تخليك تصير غني اغنى شخص بالعالم، وهي تروح تسوي مهمه الكهف الناري، ويا ويلك اذا تختار الكهف المائي لان المهمه مالته مال الفقراء، افتهمت؟ خلاص قول وين الكهف الناري، والله اروح اسوي المهمه مالتي. اوه تروح هناك بذاك المكان مال المركز مال الشرطه او المخبأ مال الشرطي البطل، وتلقى جبل، على هذا الجبل راح تلقى المخبأ، بس يا ويلك تدخل الى الكهف المائي لان هذا المكان مو حلو، افتهمت؟ اوكي عمو، اوكي شكرا. والله اني ما اثق بهذا الشخص شباب بنات، ما اثق بي. خدعت، راح اخليه يدخل الكهف الناري لان اللافا تقتل، واني ادخل الكهف المائي واخذ الدايمود والاميرالد الي. يا ويلي سمعت الخطه مالته. خلي اروح شباب بنات. اوكي خلي اروح واشوف شنو اللي موجود. اوكي يا ويلي خلي انتبه يا عيال. اوكي خلي انتبه. اوكي شكله ما حد هنا، انا مو لحظة خليني اتاكد. لحظة هاي شنو؟ هاي البوابة اتذكرها. لحظة هذا الكهف الناري، بس وين الكهف المائي؟ شوف المركز مال الشرطي البطل. اوكي هذا الكهف الناري وهذا الكهف المائي. يا ويلي هذا شنو؟ خلي نراقبه ونتجسس عليه ونشوف شنو يعمل يا عيال. اوكي خلي اراقبه. يا ويلي والله العظيم اني سمعت انه اوغا البطل راح يجي لهنا حتى اخدعه ان شاء الله. يلا خلي انتظر اوغا البطل يجي. سمعتوا يريد يخدعني؟ الحمد لله والشكر عرفت الخطه مالته. اوكي خلي اروح له.
السلام عليكم عمو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا ربي، والله ما مصدق انت اوجا البطل الاسطوري. ايه هلا هلا والله، اهلا وسهلا. انا سمعت يقولون انت عندك كهف مائي وكهف ناري، فاحب اعرف شنو داخل هاي الكهفين. شوف، اول مرة لازم تصعد على العربة هاي المائية او العربة النارية. انت ليا كهف تريد تدخل؟ والله أنا ما أعرف يا عمو، بس أريد أشوف شنو داخل هاي الكهوف. طيب لازم تروح تضغط على ذاك الجهاز مال الحظ وتشوف شنو حظك اللي راح يطلع لك. أوكي؟ أوكي ماكو مشكلة، نضغط على هذا الجهاز. لا والله توقعت راح تحصل الكهف المائي. يلا اصعد على العربة المائية يا أوجا بسرعة. بس عمو اني ما اريد الكهف المائي. اوه والله خدعتي، اني اريد الكهف المائي لان بي دايموند. يلا يلا ادخل بسرعه. اوكي يلا يلا ندخل هنا. ايه يلا امشي بالعربه. اوكي نمشي بالعربه. وي اوه، جرب تفتح الباب يا اوجا. ما ينفتح، ليش ما ينفتح الباب؟ اوه شنو شكلك ما تعرف؟ اوه روح جي اوجا اسمعني، اذا تريد ينفتح الباب وتشوف شنو داخل الكهف المائي او الكهف الناري لازم تجيب لي يا اوجا 10 حبات ايميرالد. اوكي؟ يا ويلي 10 حبات ايميرالد كثير. مشكلتك هاي، بسرعة جيب ايميرالد وتعال. اوف خلاص راح اجيب لك ايميرالد. يا ربي والله ورطة هاي شباب بنات، اني اصلا كنت اريد اشوف المباراة مال كأس العالم، بس الحين لازم نكمل التحدي هذا. اوف يا ربي والله العظيم ورطة هاي 10 حبات ايميرالد مقابل اشوف شنو داخل الكهف. والله ورطة هاي شباب بنات. اوكي خلي نشوف شنو اللي موجود هنا. اوف يا ربي. اوكي واو والله اني احب ماينكرافت. هاي زوجتي تحب ماينكرافت مثلي. بس انا بصراحة احب كرة القدم ايضا. شباب بنات كتبوا لي بالتعليقات منو الفريق اللي تتمنون يفوز بكأس العالم او اي مباراة ثانية، او منو الفريق او المنتخب اللي تشجعونه، فاريدكم تكتبوا لي بالتعليقات يا شباب ويا بنات. اوكي 10 ايميرالد. اوكي حتى صرت ما اعرف احكي او اتكلم. اوكي يلا خلي نروح بهاي الطريقة. شوفوا يا عيال، شوفوا هلا والله. وين؟ اوه يا ربي والله ورطة هاي. اوكي خلينا نصعد هنا. اوكي اوه لا راح اموت. اوكي اوه يا ربي لازم اجيبها صحيحة. ايه اعتقد الحين صحيحة، فخلي نروح. اوكي صعدت اني هنا. خلي نروح ندخل للكهف بهاي الطريقة مال الاندر بيرد. اوكي نصعد هناك. اوكي اوه يا ويلي هذا اوجا وين؟ والله تأخر علي. سبرايز! او يا ربي منو انت؟ اوه اني اوجا، شنو ما عرفتني؟ اوه والله يا اوجا عندك حركات انت. طيب شنو راح تختار يا كهف تريد تدخله؟ اسمعني، اني مستعد انطيك 10 حبات ايميرالد اسطورية. شوف الايميرالد اللي عندي، بس مقابل تخليني ادخل للكهف الناري واشوف شنو داخل. افتهمت؟ بس يا اوجا الكهف الناري خطير، ما تقدر تدخل والله العظيم. لا اني اقدر ادخل، ما الك علاقة. هاي 10 حبات ايميرالد، اخذهن يلا خليني ادخل الكهف مال النار هذا الاسطوري. يلا ادخل، فتحت لك الباب. يلا ادخل، مو تريد تدخل يا جبان. يلا ادخل. اوكي يا ويلي. يلا ادخل، مو تريد تدخل. يلا اصعد على العربة بسرعة. اوكي اصعد على العربة عمو. ما اخليك تدخل يا اوجا، المكان خطير هذا. لا والله العظيم ادخل وشوف. يا رب ما يكون مكان خطير. اوه ماي جاد. اوكي خلي ادخل اني. يا رب ما يطلع مكان خطير، بس خليني اخر العربة. اوكي لازم اوصل للبوابة اني، بس شلون راح اوصل؟ يا ربي اوه اوكي يا ربي راح اموت. اوكي يا اوجا والله طلعت جبان انت. والله وقعت بالفخ. اسمعني، الكهف الناري عبارة عن فخ يا اوجا، الكهف المائي هو الحقيقي، فلازم تروح تدخل داخل الكهف المائي. بس اول مرة اعطيني الايميرالد. اوكي اعطيك الايميرالد. اوكي هذا الايميرالد.
جيفت. اوكي هذا الاميرالد اخذه كله تستاهله. اوه والله كفو، الحين لازم يا اوغا تروح تنام وتجي لي الصبح ان شاء الله، وراح اخليك تدخل الى الكهف المائي واخليك تنتقل الى عالم اسطوري، واوعدك راح تستمتع بهذا العالم انت والمتابعين، لان عالم اسطوري يا اوغا. اوكي والله اني متحمس. ها اوكي يلا 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 خلي اروح انام يا شباب ويا بنات، لان الدنيا مثل ما جاي تشوفونها الدنيا ليل صايره بماينكرافت، فلازم اروح. هاي ايميرالداي على ظهري، معقوله؟ والله ما ادري. اوكي خلي اروح البيت بهاي الطريقه، تتوقعون اسويها؟ اذا جبتها شباب بنات تضغطون لايك. اوكي يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، خلي نعيد يا شباب بنات يعني. اوكي او ماي جاد والله سويتها، ضغطوا لايك ضغطوا لايك. والله اني احب ماينكرافت احلى من ببجي. هي ماينكرافت وببجي اثنينات حلوات. لا ماينكرافت احلى. انا اكرهك يا زوجي. شنو تكرهيني؟ انا شنو مسوي لك؟ ما احبك والله العظيم، اكره حتى البالونات هاي اكرهها. شوف خلي ارجع اكمل ماينكرافت احسن لي. والله زوجتي غريبة الاطوار. اوكي خلينا ننفخ هاي البالونة ونرميها بالغرفة أو بالبيت. فالحين شنو؟ لا صارت بالونة على ظهري. الحين لازم نروح يا شباب ويا بنات وننام. أوكي وإن شاء الله بس تصير الدنيا الصبح راح نروح ونشوف شنو اللي موجود. أوكي والله أنا كان حلم حياتي أشوف مباراة كأس العالم، فمو مشكلة بعدين أشوفها باليوتيوب. أوكي يلا خلينا نطلع من هنا. يا أوكي تعال شوف حياتي شنو؟ شكو شوف هذا ستيف كان نايم. والله عبالي شيء يا رب، شلون ورطه هاي؟ ما اعرف زوجتي ليش وقت راح تبقى يعني غبيه، طبعا مو هي غبيه بس يعني مرات تسوي تصرفات يعني غبيه. اوكي فالحين خلي اروح باسرع وقت اني. اوكي طبعا اني قرات التعليقات مالتكم مال الحلقات السابقه وكتبتوا لي انه جويسم اللي اني سويت به هذا الفخ او المقلب، اكو واحد راسلني ايضا بالانستغرام وطبعا اسمه يحيى، شكرا صديقي يحيى من العراق، كتب لي يا اوغا انتبه جويسم راح يرجع وينتقم منك انت وزوجتك، ويقول هو حاليا مختبئ بالقريه مال الفيليجر، فما اعرف هذا الكلام مالته صحيح او غلط، فاريدكم تكتبوا لي التعليقات هل فعلا جويسن بعد عايش او لا، حتى اذا صدق نروح نبحث عنه ونعاقبه قبل لا يسوي بينا فخ او مقلب. فيلا يلا يلا خلي نروح. طبعا اني ما نسيت اسماء المشتركين، ان شاء الله بنهاية المقطع نشوف منو الاسماء الجديدة. اوكي يلا 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 خلي نروح يا شباب ويا بنات، مثل ما جاي تشوفون خلي نروح وندخل الى العالم المائي ونشوف شنو موجود داخله. يلا يا اوغا انا كنت انتظرك، اغلق الباب اول مره. اوكي غلقت الباب، وين اروح الحين؟ اسمعني الحين لازم او هسه لازم تجي ويا، يلا بسرعه ادخل هنا، اصعد على العربه. اوكي صعدت. يلا امشي يا اوغا. اوكي الحين شو اسوي؟ افتح الباب. فتحت الباب. يلا يا اوغا شوف خلي انطيك نصائح، اولا انت راح تدخل الى عالم بعمرك ما شايفه، ثانيا ممنوع تغش، ثالثا واخيرا لازم الحين تروح باسرع وقت ولازم تفوز، لان اذا تخسر بعد ما تقدر ترجع لهذا العالم. اوكي صار سيدي، والله العظيم ما راح اخسر ان شاء الله. اوكي يلا الله معك الله معك يا اوغا. اوكي خلينا نرجع العربة. ارجع يا عربة. لا اوكي شو انقطعت؟ تمام بس خلي نرجعها يا عيال. اوكي تمام يلا الله وياك الله وياك عمو الله وياك. اوكي خلي نروح. اوكي يا ربي اوكي خلي نروح ونسافر الى العالم المائي. ليتس جو. يا ساتر اني وين؟ شنو هذا المكان؟ يا ساتر شنو هذا المكان؟ والله اني ما اعرف. اوكي خلينا نشوف شنو هنا. يا رب ايش هذا الصوت؟ اوكي لحظة زيرو، هذا منو زيرو؟ هلا وينك زيرو قيمر؟ انا ورا. هذا انت، تعال يا ربي تعال وقف هنا. اي سمعت الصوت يا زيرو، سمعته اني. اوكي طلعت لي كتابة اعتقد اتجاه. يقول روح لهذا الاتجاه. يا ويلي هذا الشخص منو؟ تعال تعال هذا الشخص منو؟ وينه هذا؟ هو السيد شرير هذا. سيد شرير؟ اي امشي ويا يا زيرو. يلا اوكي ستاف اونلي. اوكي متجر حواسي يا ربي.
تعال تعال ادخل، يلا يلا ادخل. طبعا طبعا شباب بنات، انا ما اعرف شنو هذا التحدي. اوه شغل المصباح صحيح. اوكي 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 تمام. انا جاي اشغل المصباح اطفي الامور منه. اوكي 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 انتبه انتبه، خليني اشغل الكهرباء اول مره. اوه اي هاف اوكي تمام. اوه يا ربي شنو هذا الصوت؟ اوكي سمعت اني زيرو، سمعت صوت البنيه، سمعت صوت البنيه الشريره. اوكي تعال شوف. اي فتح الباب السيد الشرير. وينه؟ قدامه قدامه لحية مالته. اي شلون صعد؟ ما يقدر ما يقدر. تعال منها يا ويلي. انتبه البخار، لازم لازم ما تلمس لحظه. اي والله توقعت اني راح يقتلني. أوكي 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 أوكي. اوكي يا ويلي يا زيرو. طبعا شباب بنات، اريدكم هسه كلكم تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الاشعارات. اوكي يلا يلا. اوكي اوكي لا هاي نضغط نو. ترى هو ما يقتل مباشر، يدمجك شوية. اوكي هم زين قلت لي. اوه شوف دمي صار نص. اوكي انت طحت بالغلط، خليني اطفي المصباح حتى ما يشوفني السيد شر. لا والله شغله تمام. اي 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 اوكي اوكي مو مشكله شباب بنات، لازم ننتبه لازم ننتبه. اوه لازم ننتبه. هاي شنو اللي موجود هنا؟ خلينا نطلع عليها. اوه المصعد او الجسر. انا ما انتظرك يا زيرو، ما انتظرك. قبل شوي انتظرتك. يلا امشي والله انت بعيد. اوكي لا بس اعبر. اوكي انا اضوي لك يا زيرو. يلا يلا تعال يا زيرو. اوكي اوه هلا والله بزيرو قيمر. اوكي يا رب ما اطيح. اوكي يلا هلا والله. انا ما ردت اقول زيرو جيمر، ردت اقول غير شيء. هلا والله ردت اقول علاوي. اوكي يلا يلا. اوكي فاني جيم. اوكي فاني جيم. لعب العاب ممتعه ممتعه العاب جيمز العاب. اوكي لعبه ممتعه. اوكي اوه صح 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 كلامك. اوكي ننتبه. ماكو اس فان جيم. وينه؟ شنو؟ شوف الوراق، شوف الوراق. شنو؟ آه! اي يا ولي اي اي شنو؟ لا 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 يوف عيون يا ربي ساعدوني. لا 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 اوكي اوكي اي مسكني لحظة، خليني ادخل على السماعة صوته عالي. اوكي من وين اروح؟ كبيرة. اوكي من وين اروح يا زيرو؟ اوكي اعتقد هذا المكان صحيح. لا لا ما اعتقد، ما حاطين لك اشاره او سهم او اي شيء. اي والله صحيح. لا لقيت من وين؟ اكزت المخرج. اي اكزت وينه؟ ايه اسمع صوت ثاني من وين؟ والله ما ادري. مش اوه وراي هذه. يا لا 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 بليز بليز، والله اني ما مسوي شيء، اني دائما احط لايكات للمقاطع. لا لا راح يمسكني. لا 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 والله العظيم دائما اخلي لايكات ودائما اشترك بقناه. اوكي من هنا من هنا مو. اوكي 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 تعال تعال قبل لا يجي. اوكي هذا من وينك تتعدرج؟ انتظرني انتظرني. اجيت لك اجيت لك اجيت لك. بس لحظه لحظه. اوه المايك انقطع يا رب. شنو هذا؟ لحظه لحظه يا عيال. اوكي اوكي ما اعرف الصوت شلون صار يومكم، بس اوكي مو مشكله. يلا يلا انا جيت جيت جيت. المصباح ترى الصيت ابطا. اوكي منو قال؟ لا انت قطع عم يشوفون من قبل. لا جاي يشوفون صوت هذا والله نفس. اي نفس الشيء ترى السرعه. اوكي اوكي طبعا انا اسف اذا سمعتوا اكو خروشه لو شيء يعني صوت مزعج بالمايك. فاوكي عدلت. اوكي حسبي الله ونعم الوكيل. اوكي انتبه انتبه يا زير انتبه انتبه انتبه. اطلع فوق الصناديق وتقفز فوق الحي. اوكي اوكي تمشي من هنا على الزاويه. طحت بالغلط. اوكي اوكي نشغل المصباح. اوكي لا سهله سهله تمشي على الزوايا. بس انا شنو نسيت اشغل المصباح. اوكي هاي خذي خطتي وخر. يعني والله ردي تطيح. اوكي اوكي تعال تعال يا زيرو. اوكي اكو طريق مغلق مغلق. انتبه لا تطيح. اوه مصعد لا تطيح. اوكي 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 صعبه صارت. اوكي وصلت. فاني جيمز. اوكي اللعبة الممتعة والعاب ممتعة جيم العاب جيم لعبة. لا لا انتظر هاي المتاهة متدور. شلون؟ لعبة حبار انت. هو لعبة حبار.
اوكي اوه افتهم صح صح نفس اللايت لعبة الحبار. اوكي نطفي اللايت. ريد جرين اخضر. اوكي اوكي هلا والله بس لازم يقول كوماكو. اوكي تعال يلا وينك انا راح افوز. اوه حلوه يلا فزت. اوكي خوفني والله. اوه والله اقدر المسه اقدر المسه اني. شيل نظام اللعبه. اخضر احمر انتبه. خسرت؟ يس. اوكي والله مشكلتك انت خسرت. ما انتظر اني ما انتظر. اوه سهل اقدر اعبر من تحته مو؟ لا. اي والله اقدر اعبر من تحت. لا اوه لا والله ما اقدر. انت ظلمني انت ظلمني. الدم جاني ما اقدر. اوكي انت ظلمني. شنو انت؟ لحظه خلي اعدل السماعه شباب بنات. لحظه بسرعه. اوكي اوكي هسه اعتقد تمام. اوكي 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 خليني اعبر من هنا يلا يا شباب. اوه والله صدق جاي الدم جاني. اوكي والله بهاي الطريقه ما اقدر اتدمج. او ماي جاد. اوكي وين الزر البوتن؟ شلون اصعد؟ اوكي شلون اصعد هسه؟ ان شاء الله المصباح اللي عندي. اوكي اوكي اكو مصباح. طيب شلون راح؟ اوكي اوه هاي يعني قلت انتظرها. اي ويت اوكي انتظر 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 مكتوبة لك ويت انتظر. نزل هنا. انتبه انتبه انتبه. اوكي. لوكس سيرفر جيم. اوكي اوكي خلينا نشوف شنو اللي راح يصير. اوه والله شكلها اللعبة الأخيرة. اوكي 35 ثانية. اوه يقول لي انتظر. تعال تعال يلا يلا انا انتظرك. عندك 30 25 ثانية انا ما انتظرك ترى. اوكي اوه والله شكل المرحلة الأخيرة. نظرك انا حق ما اتوقع. يلا وينك وصلت؟ يلا 10 ثواني. وصلت تعال. كم ايش قد الوقت يمك؟ 13. يس. اوكي راح ندخل انا وياك سوى. لا والله رديت اسبقك عود. اوكي نطفي اللايت. ادخل ادخل ادخل. ادخل ادخل. اوكي قلت لي تحاول تختبئ قبل لا يطلع لك هذا الوحش ويقتلك اعتقد هيك ما متاكد. ما متاكد اني بصراحه بس اوكي. اوه يقدر يطيحين. لا لا يا ورع لا. اوكي 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 20 ثانية. يا ربي والله الصوت مرتفع كثير. راح ابطئ بهاي الحركة. اوكي. يا زيرو هذا اللي يطيح كل شيء. فزت. اوكي اوكي. يلا انا ما اخاف منك يا جبان. هلا والله بالاساطير. ايوه اخيرا اني فزت يا شباب ويا بنات. يلا يلا بعد شقد. ليش ما دخلت قبل شويه؟ انا دخلت قبلك. اوكي انتظر انتظرك. يلا زيرو تعال تعال اني انتظرك. هذا انت؟ ما اتوقع تقدر تشوف الوحش وياك. لا ما جاي اشوف الوحش بس جاي اشوفك انت. طبعا شباب بنات حاليا راح ننتظر زيرو قيمر لحد ما يكمل التحدي مالته. ويشوف حجمه. اوكي اوكي وصوته مزعج بصراحه. 40 ثانيه لازم احط. ليش 40 ثانيه؟ اني ما ادري ايش قد كان والله. اتوقع 45 30 50 ما ادري. ايش قد بقى؟ 25 27. اوكي يلا 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 مو مشكله مو مشكله. يلا طبعا شباب بنات لا تنسون تضغطون على خلي شغل اللايت او المصباح. لا تنسون تضغطون اللايك. سهل يا وين سهل بس اكو ناس يخسرون بسهوله. انا ما خسرت عده. اوكي فشباب بنات لا تنسون اللايك والاشتراك والحين راح نفوز بالتحدي ونرجع الى عالمنا القديم عالم ماينكرافت. يلا زيرو اني راح ارجع قدامك واسبقك. يلا يلا امشي امشي. اوكي فزت؟ يلا واحد اثنين ليتس جو. ايوه اخيرا اني رجعت الى ماينكرافت
والله العالم كثير كثير حلو أسطوري، أنا استمتعت به، شكرا شكرا على هاي اللعبة الأسطورية، الحين خلي أطلع أني. أوكي. أوه يا أوجا صباح الخير، صار لك يومين داخل هاي اللعبة. أوه والله ولا أدري، بس أنا كثير كثير استمتعت بهاي التحدي الأسطوري شباب بنات، والله كلش حلوة. أوه لحظة عمو، لحظة لحظة لحظة، ها شنو شنو شنو؟ لحظة، هنا أنا ايضا اكو بوابه مال السفر، يعني ايضا اكو تحدي هنا او لعبه. اوه والله كفو يا اوجا طلعت ذكي، اكيد اكو تحدي هنا ثاني واحلى بمليون مره، بس المشكله انت تشوف هنا لافا ونار خطيره، فيعني هذا الكهف الناري مستحيل تقدر تدخله الا عندك خوذه ويعني لازم عندك دروع مطوره حتى ما تتدمج بالنار او اللافا هاي. اوكي طيب ابني بلوكات هنا واروح. لا هذا محسوب غش، وانت ما تغش يا اوجا، مستحيل تغش. اوه والله صحيح صحيح، فلازم شباب بنات شكلي اصنع دروع من الدايموند واجرب ادخل مو؟ اي عافيه، لازم دروع دايموندية حتى تقدر تدخل وما تتدمج. اوكي 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 خلاص خلاص عمو، اوعدك ان شاء الله بكره او باكر اروح اصنع لي دروع واجي لك واسوي التحدي الثاني مال اللافا. اوكي اوه والله كفو يا اوجا، يلا يلا الف مبروك لان جربت التحدي وفزت بيه. اوه شكرا شكرا عمو، يلا يلا مع السلامه. الله وياك الله وياك يا اوجا. اوكي والله انا سمعته بالبدايه يقول يريد يخدعني، بس ما اعرف ليش ما خدعني، والله ما اعرف شنو قصده. اوكي مو مشكله، يلا يلا خلينا نرجع ونروح نشوفكم هسه اسماء المشتركين الاسطوريه يا شباب ويا بنات، فخلي نروح للبيت مالتي. ها اوكي اوكي يا عمو، السلام عليكم. وعليكم اوه اوجا شلون رجعت؟ والله توقعتك راح تخسر بالتحدي. ها والله ولا دولة، اني اوجا الاسطوره. شنو يعني شنو معناته؟ يعني شنو ما تعرف؟ اوه اول مرة اعرف شنو معناتها هاي الكلمة. يا اوجا اسمعني، اني اعرفك انت تريد تخدعني، شوف هاي الحركات مو علي، جاوبني شلون فزت بالتحدي؟ اني خليتك تختار هذا المكان المائي الغبي وتوقعتك راح تموت، شلون عشت؟ شلون فزت؟ اوه والله سؤال حلو، اني اسطورة الاساطير، اني دائما المتابعين يحذروني من عندك يا شرير، عبالك هاي الحركات تمشي علي؟ يلا انقلع. يا ويلي يا المتابعين يا الخائنين، ليش خدعتوني؟ اوه لا تقول عنهم خائنين، المتابعين اسطوريين ويستاهلون، واكتب اسمائهم الحين بغرفة المشتركين. شوف يا اوجا والله العظيم اذا ما افجر غرفة المشتركين واني راح اوعدك بهذا الشيء. والله يا ويلك اذا تفجرها، اني زوجتي فجرت غرفة الايميرالد مال المشتركين وزعلت من عندها، بس بالاخير سامحتها. بس يا جويسم يا ويلك اذا تقترب من اسماء المشتركين، والله انت قم من عندك فاهم. خلاص خلاص ما اسوي شيء. يا ويلك يا اوجا، خلاص راح اعلن الحرب عليك. والله ما اخاف منك انا يا جبان يا فاشل، خلاص خلي اروح يا شباب ويا بنات اشوفكم اسماء المشتركين الجديدة. اوكي اوكي يلا يلا يا اساطير. طبعا هذا الجدار كان هنا الزجاج مثل هذا اللون، فهنا يعني الصبح اني انام هنا الصبح، الشمس يعني مزعجة، الضوء مال الشمس يطيح على عيوني وزعجني وخليت بلوكات لون برتقالي، فاي لون خليت طبعا، فاعتقد يعني الحين اقدر انام بامان. اوكي اوكي طبعا هاي غرفة الايميرالد اللي وعدتكم اكملها، بس للاسف ما قدرت اكملها، ليش؟ لان يعني عندي امتحانات شباب بنات وما قدرت اكملها، بس اوعدكم ان شاء الله على الحلقة القادمة راح اخليها حلوة ومرتبة. طبعا انا كملتها ورتبتها وخليت شغلات رهيبة بيها، بس زوجتي يعني زوجتي خربتها، انتم تعرفون هذا الشيء، واللي ما يعرف انه زوجتي خربتها خلي يروح يشوف الحلقات السابقة ويعرف شلون فجرتها زوجتي. فاوكي مو مشكلة شباب بنات، الله يسامحها، تمام مو مشكلة، خلاص اوعدكم بعدين اكمل الغرفة مال المشتركين مال الايميرالد ونروح لغرفة الدايموند. طبعا بغرفة الدايموند انا بعد ما اكتب اسماءكم لان بصراحة كتبت اسماءكم. اوكي خدعتكم شباب بنات تستاهلون، كتبت اسماءكم. لو تلاحظون بالحلقات السابقة كنت اجيب تعليقات كثيرة، بس الحين بعد ما اجيب كثير تعليقات كل حلقة راح تظهر بيها لو تعليق واحد لو تعليقين، ليش؟ اني اريدكم تعلقون وتكتبون افكار قوية، يعني اللي يكتب تعليق مو حلو اكيد ما راح اكتب اسمه، طبعا كل تعليقاتكم حلوة، بس شباب بنات اريد شغلات رهيبة اسطورية. هسه مثلا هذا التعليق
تعليق اجانا من كيم دودو. كيم دودو من هاي البنية الحبوبة كاتبت لنا السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا. كاتبة السلام عليكم يا أوغا، أنا من الجزائر وتحياتي لكل الدول العربية. استمر يا بطل. أوكي، لحد الآن كلامها حلو، بس أنا ليش طلعت تعليقها؟ لأن كتبت لي ليش ما تلعب جي تي أي غدا، يعني ليش ما تلعب لعبة جراند ثيفت أوتو في أو جي تي أي 5. بصراحة أنا محتار، تردوني أنزل هاي اللعبة أو لا؟ إذا تردوني أنزل لعبة جي تي أي أو حرام السيارات 5 كتبوا لي بالتعليقات، وأوعدكم أنزلها إذا تردون. أوكي، شوفوا ريت شغلات جديدة بالتعليقات، تعلموا شباب بنات. أوكي أمزح معاكم، والله العظيم أحبكم كلكم. إن شاء الله بالحلقة القادمة راح أطلع 10 تعليقات. أوكي ها أوكي، التعليق اللي بعده إجانا من صديقنا ستادو، أعتقد اسمه ستودو مدري شنو، كاتب ستوديو فاينس مدري شنو. أوكي كاتب، والله أنت أفضل يوتيوبر لأنك تنزل فيديوهات ماينكرافت وروبلوكس. أنا من الجزائر، من الجزائر. أوكي ألف ألف مبروك لك يا حبيبنا. ملاحظين شغلة؟ اثنيناتهم من الجزائر، سبحان الله. والله صدفة كلش كلش حلوة شباب بنات. اليوم الغرفة مال المشتركين صارت فقط للجزائريين. ألف تحية لكم. خلينا نشوف التحدي لكم هذا بالحلقة القادمة، أوعدكم راح أكتب فقط أقوى جيش باليوتيوب. يعني شلون؟ خلينا نشوف منو أقوى جيش باليوتيوب. هل هو الجيش العراقي أو جيش السعودية أو جيش الإمارات؟ خلينا نشوف منو أقوى جيش اللي راح يحتل غرفة المشتركين ونكتب دولتكم بيها. وطبعا اكو شغلة اريد اشوفها لكم، بس يعني ما اريدكم تعرفونها، بس راح المح شباب بنات. بهاي المنطقة راح اجي واكسر الاشجار هاي كلهن، وراح اسوي منطقة. اللي متابعني قبل سنتين او ثلاثة انا كنت مسوي منطقة اسمها منطقة اعلام الدول الاسطورية. بهاي المنطقة اللي راح اسويها ان شاء الله راح اسوي اعلام الدول العربية، يعني فلسطين، العراق، تونس، المغرب، الجزائر. يعني بس بشرط نسوي تحدي، والفائز بهذا التحدي نرسم علم دولته. فشباب بنات راح تكون شغلة كلش حلوة. فأوكي الحين خلينا نرجع للبيت مالتنا. فشباب بنات أوه نسيت أشوف البطولة مال كأس العالم. أوكي خلينا نرجع، يلا يلا شباب بنات خلينا نشاهد المباراة. فلا تنسون الحين كلكم تضغطون على زر اللايك وتشتركون بالقناة وتفعلون جرس الإشعارات. وما أحب أطول عليكم أكثر، أتمنى مقطع اليوم عجبكم، وبس تابعوني على الإنستغرام حسابي بالوصف. ومع السلامة، باي باي. خلي أروح. أوكي أوكي يلا يلا خلي أشاهد البطولة، والله متحمس أني أكثر من عندكم. يلا يلا مع السلامة.